Η ελληνική εξωτερική πολιτική επίσης βρίσκεται πάντα προ-γόρδιο. Πολλαπλές κρίσεις, Κυπριακό, Μέση Ανατολή, Συρία, خضم مشاكل موجودة في الشرق الأوسط وأيضا مشاكل الموجودة في ترسيم الحدود. Που είναι σε μεγάλο βαθμό συνέπεια κρίσεων και πολύ πέρα από την περιοχή της. تحاول أن تشارك أيضا في تلك المشاكل الموجودة خارج حدودها. اليونان دولة صغيرة وهي أيضا دولة من دول الاتحاد الأوروبي وتمثل دولة من دول التي هي مدخل الاتحاد الأوروبي. حاولت اليونان وتحاول الخروج أيضا من المشاكل الاقتصادية وأيضا تحاول أن تخرج من تلك الجائحة التي أصابت العالم. تحاول أيضا أن تحل مشاكل الهجرة والهجرة غير الشرعية وكذلك أيضا تحاول أن تلتزم بالسياسة الأوروبية. أريد أن أقول لكم شيئا أنا أؤمن به. تحاول أن تستضيف حسب قدرتها ما يقرب من بعض الملايين من المهاجرين. تعمل بشكل منظم وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي لإظهار نوع من التعاون ونوع من التضامن في هذا المجال. الاتحاد الأوروبي مدعو الآن يدعم بشكل أقوى وشكل نوع من الحق والاحترام لاحترام حقوق الإنسان والتضامن. المشاكل الحادثة في الشرق الأوسط هي مشاكل الحق غير عادلة. كمان اليونان عليها أيضا أن تستقبل لكن حسب قدراتها التي تتحمل. لكن هناك أيضا توافق في بعض الآراء في ما يخص أيضا قضية المهاجرين وبعض الأمور الأخرى تخص بعض الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي. هناك أيضا بعض المشاكل وبعض الأمور التي تخص سياسة الهجرة. وبعض المشاكل التي ظهرت أيضا في شكل في شهر فبراير وشكل وأيضا شهر مارس في قصر بعد لم تستطع أيضا الوعات الأخيرة أن تعطي حلولا لهذا الأمر. نحن في اليونان نرى أن الدبلوماسية لم تستطع أن تضع حلا لهذا الأمر. ونحن نحاول أن نصل إلى حلول سلمية للمشاكل والحل. القضايا الاستراتيجية هي تبتعد كثيرا عن الحل. فقط لا يمكن أن فرض حل الأقوى. اختيار حكومة ميتسوتاكس وكل الحكومات اليونانية سبقت هو الحل عن طريق الحوار وليس الحل بالسيف القاطع. لكن نقول دائما ότι το πραγματικό ισοζύγιο ισχύος δεν διαμορφώνεται από μεσαιωνικές καυτισιολογίες. لا يمكن أن تكون بحلول من القرون الوسطى ولكن لابد عن طريق الحوار. Επιλογή για κάθε ευνομούμενο σύγχρονο κράτος μέλος της διεθνούς μας κοινότητας. Και βεβαίως πρώτιστα εκφράζω την Ελλάδα. Αν αγαπηρά είναι Λιουνάν.
αντιμετωπίζει η Ελλάδα μια τουρκική πολιτική νομιζόμενη ισχύος. اليونان تواجه سياسة يونانية سياسة تركية متعجرفة فيما يخص أيضا قضية الهجرة وأيضا محاولة إعادتها الدولة العثمانية وحتى أيضا فيما يخص العلاقات فيما بيننا وليس وهذه الحلول تأتي على حساب سوريا والعراق ولا وقبرص وليس لنا فقط ή τα σύνορα της γαλάζιας πατρίδας κατά την τουρκική αντίληψη φαίνεται وتحاول تركيا إعادة الدولة ذات اللون الأزرق وهذا مخالف للقانون تركيا تتجاهل να δημιουργήσει δίκαιο. كل الوسائل. Σύμπτωμα αυτής της πραγματικότητας وهذا الاختراق الاتفاق التركي الليبي الذي لا يتفق مع الشرعية هذا أيضا فيما يخص ترسيم الحدود البحري وقد حدث أيضا فيما يخص الحدود مع رودس البحوث التي تقوم بها تركيا أيضا في البحر المتوسط هذه أيضا لا تتفق والقانون الدولي وقد لاحظ العالم ذلك ولكن اليونان أظهرت نوع من الثبات والصبر على هذا الأمر ولكن تركيا تريد أن تعطي تفرض حلولها على الدول المجاورة في ترسيم الحدود ومن ضمنها اليونان وترسيم الحدود لابد أن يكون وفق المعايير الدولية وهذا لا يخص أيضا البحر المتوسط ولكن يخص أيضا أماكن أخرى ولابد أن نشير أن تركيا منذ عشرات السنين قد وقعت على بعض الاتفاقات ومن ضمنها أيضا مع بعض الدول ومن ضمنها مصر ولابد أن يكون هذه الاتفاقيات في إطار القانون الدولي وسوف نحاول أيضا ونستمر لإيجاد حلول هذه الأمور وقد أشار إيدي راما من قبل والذي وصف الذي حدث والذي بدأ يحدث مع اليونان في محاولة لإيجاد حلول واليونان تحاول أن تجد حلولا ايضا حتى مشاكلها مع تركيا وهذا يشترط في ان تفهم تركيا ان منطقة الشرق الاوسط لابد ان تكون منطقة سلام ونحن نأمل في اليونان ان منطقة البلقان تكون منطقة الشرق الأوسط أو منطقة البحر المتوسط منطقة سلام أريد أن أكون أوضح أمر وهذه هي سياستنا الواضحة وحتى مع تركيا وهذا ما نأمل أن يكون مستقبلنا للأجيال القادمة وأشكركم جزيلاً